طيب هنكمل ان شاء الله موضوع الاري اوف اوبجكتس. اخذنا احنا في المحاضره الماضيه كيف نعمل اري جوا كلاس، هناخد هالوقت كيف نعمل اري اوف اوبجكت. بنيجي على نفس الكونتكت اللي اشتغلناه في الجزء الاول من المحاضره، وهنعمل بروجكت نيو كلاس، وهناخد هنا اللي هي مانج كونتكت. طبعا مانج كونتكت هذا الكلاس اللي احنا هنعمل فيه مانجمنت لا جهات الاتصال. ايش يعني مانجمنت؟ يعني باش بقول لك مثلا دير لي الصف، دير لي القاعه، دير لي المختبر. ايش يعني ديره؟ يعني اسمح لناس تعدي، طلع ناس مش لازمه، سكت ناس، وقف ناس، شغل الجهاز، اطفي الجهاز. انت بتعمل اداره، تعمل اداره. لما بيكون عندي جهات اتصال، افتح جوالك وتطلع في عندك نيمز كونتاكتس، ابتدت تحذف، تضيف، تعدل، تعمل براوز او برنت، تشوف، صح؟ هذا كله مانجمنت. فانا هنا بدي اجي اول شيء اعمل الاري، وبدي اعمل على الاري اضافات او تعديلات. باجي اول شيء بدي اعمل الاري، ايش نوع الاري؟ ايش حتضم؟ ايش حتضم؟ كونتاكت، صح؟ كونتاكت. يبقى نوع ايش حيكون نوعها؟ كونتاكت، من نفس اسم الكلاس اللي عندي. الري ايش اسمها؟ اسمها بوك، تمام. قديش طولها؟ قديش حجمها؟ بنعرف في الكونستراكتور، تمام. يبقى انا عملت الري، ايش نوع الري؟ كونتاكت. ليش؟ عشان بدي اضيف جوا الخلايا، بدي اضيف كونتاكت. كل خليه من الاري حيكون فيها اوبجكت اوف كونتاكت. حدخل جوا، طبعا احنا حيلزمنا غالبا هي برايفت، تمام، وحيلزمنا اكيد طالما عندي اري ايش حيلزمني؟ سمعني صوتك. طالما عندي اري بتعامل معاه وبدي اضيف واحذف، لازم يكون في عندي خلص هادي. وانا مغمض عيني ومسكر وداني وكل ما اتكلمها انا ماخذ ثقه. حفوت جوا حقول له بابليك الكونستراكتور، ايش حيكون اسمه؟ مانج كونتاكت. ايش حيبعت لي؟ بس السايز، تمام؟ يعني ما فيش عندي اتربيوس ثاني انا هنا. فهو لو سمحت ابعت لي انتجر سايز. ايش السايز هذه؟ يعني عايز كم كونتاكت في الاري؟ عايز كم كونتاكت في الاري؟ عايز كم كونتاكت وين؟ في الاري، تمام؟ حبدا جوا، تعال والله نكمل. هاي بوك بده يساوي نيو كونتاكت، قديش حجمها؟ حجمها سايز. قديش حجمها؟ حجمها سايز. ممتاز. تعال الآن أول حاجة وأهم حاجة ايش نسوي فيها؟ بدنا نضيف، صح؟ عندك دفتر، الدفتر هذا فيه جهات اتصال. استلمت الجوال تبعك جديد، ما فيش فيه ولا جهة اتصال، ايش هسوي أول حاجة؟ بدنا نضيف كونتاكتس، صح؟ تعال نعمل دال هاي بابليك، بترجعش اسمها اد كونتاكت. سؤال وعايز منك جواب، عشان تضيف كونتاكت ايش بدك؟ بدك معلومات الكونتاكت، صح؟ لما افتح جوالي بقول له اد نيو، بقول لي هات الاسم، هات الرقم، هات الايميل، صح؟ وهنا لما بدي اعمل اوبجكت من الكونتاكت، ايش بطلب مني في الكونستراكتور تبعه؟ بطلب المعلومات هذه، صح؟ يبقى انا في عندي هنا عشان اضيف في الدفتر او اضيف في البوك اوف كونتاكت، كونتاكت جديد عنده اقل من اثنين، يلا بعثوا البيانات متفرقات، يقول خذ هاي الايميل، خذ هاي الجوال، خذ هاي الكذا، يلا تفضل هاي الكونتاكت جاهز. زين انا ببعث لاحد من بزنس كارد في الجوال تبعك. لما حد يبعث لك بزنس كارد ايش بيجيك؟ كل البيانات تبعته، صح؟ جواله، ايميله، لو جاهزه عنده تجيك كامله.
صح ولا غلط؟ انا هنا هتعامل بالطريقة هذه، هقول لو سمحت عشان اضيف لك كونتاكت من فضلك ابعت لي ايش؟ ابعت لي كونتاكت جاهز وانا هضيف لك اياه. اسم نوع الاوبجكت ايش؟ كونتاكت. اخويا لو سمحت ابعت لي كونتاكت سميته يا سيدي. تمام؟ زي ما اقول ابعت لي انتجه غيري. زي ما اقول ابعت لي بدون واجب. سامع من ارضك. كلمه كله ابعت لي كونتاكت من نوع كونتاكت. بعت لي كونتاكت يعني بعت لي اوبجكت من نوع مين؟ من نوع كونتاكت. وين بدي احطه؟ سمعني صوتك، وين بدي احطه؟ في الاري، في البوك. فايش بنسوي هنا؟ نفس ما عملنا في مرات سابقه لما كنا نضيف الدرجه. ايش كنا نعمل؟ كنا نقول تعال ايش اسم الاري عندك؟ بوك اوف كاونتر، حط فيها السي. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ما اليوم صح؟ انت عندك البوك معي القاعة هنا او اتملى معي الدفتر هنا، بدي اعمل if الكاونتر اقل من مين؟ اقل من البوك دوت لينث. صح ولا صح؟ صح. تمام. الان بعد ما ضفت ايش بدي اعمل في الكاونتر؟ وإذا زود في هنا حاجة اسمها فاليد ومش فاليد؟ لا، هو أوبجكت. تفضل. هيك أوبجكت، واضح كلامي؟ هيك إحنا ضفنا أوبجكت. تعالوا نعمل كمان بس دالة الإنفو كيف نطبع. عشان نجرب نضيف اثنين ونشوف إيش بيسووا معانا. هاي بابليك بترجعش إشي. برنت اول ما بياخدش حاجه لانه البيانات موجوده وين؟ موجوده عنده الاري جلوبال. هنقول له فور انتجر الاي تساوي صفر والاي اقل من الكاونتر عشان مش عايز اطبع النلز. تمام. والاي بلس بلس جوا همر على الاري خليه خليه واقول له اطبع. كيف بدك امر على الخليه؟ عندي بوك اوف اي. بوك اوف اي از اوبجكت. صح ولا خطا؟ لو جبت اثنين وقال لي بوك اوف اي از ان اوبجكت، صح ولا غلط؟ صح. يعني الاري ايش فيها؟ اوبجكت. طب نتعامل معها ايش بدي اعمل؟ دوت انف. في الحاله هذه ايش حيسوي؟ حيلف على اول خليه على الحفه على مسألة. ايوه خلينا مثال نشوف كده على اللي بعديه. اللي بعديه لما اوصل لاخر خليه فيها بلد. تمام؟ عشان بعد ما يطبع يعطيني فراغات يعني هذا التنسيق فقط. تعالوا الان نضيف في الكونتاكت بروجكت، نضيف كونتاكتس. صح ولا غلط؟ تعالوا نضيف كونتاكتس. هاي كونتاكت اسمه سي يساوي، لازم سي؟ لا مش لازم سي. هاي اكس عشان ما حدش يقول لي يعني لازم زي هذيك. لا مش لازم زي اللي في الباراميترز. تمام. هاي كونتاكت ايش بده مني؟ يا هادي يا هادي. تمام. هاي واحد ديفولت
دي اخذنا الاكس. طيب خد كمان واحد، هاي كونتاكت اكس واحد يساوي ضيف هاي كونتاكت، وبدنا نديله احنا الان هذا بيانات من عندنا. ايش بده؟ بده اول شيء النيم، هاي علي بده الجوال، حاضر. ايش بده كمان؟ بده التليفون، حاضر. بده الايميل، حاضر. خلصنا؟ صار كم اوبجكت معايا؟ تعال نضيفهم في الاري، تعال نضيفهم في الاري. كيف حنضيفهم؟ طب انت معك دفتر، عملت اوبجكت من الدفتر، من هذا الكلاس عملت اوبجكت عشان تضيف. لا، يبقى اول حاجه ايش بدي اعمل؟ هي مانج، بدنا نسميه مثلا بوك واحد بده يساوي نيو مانج بوك. ايش بده مني؟ بس السايز، اكم كونتاكت عايز في الدفتر؟ بدك 10، بدك 20، حط. الان بوك واحد عامله زي القائمه اللي عندك، قول له لو سمحت بدي اضيف كونتاكت. ايش بدك مني؟ قال ابعث لي كونتاكت، حاضر هي اكس. كمان بدي اضيف كمان واحد لو سمحت، قال لي حاضر. هي كمان واحد في نفس مين؟ في نفس بوك واحد. مين الاوبجكت الثاني اللي معايا؟ اكس واحد. طيب لو سمحت اطبع لي اياهم ممكن؟ ممكن، بكل احترام. برنت اول. طب بتفضل اطبعهم لو سمحت. عندنا اخطاء؟ كويس. ايش الاخطاء اللي عندنا؟ كلاس، وين مكان الخطا؟ بابليك كلاس هنا، بابليك كلاس كونتاكت بروجكت وينها؟ هذه سمول. اطبع، طلع لي برضو خطأ. طيب تمام، حلينا الخطأ اللي هو كان الأسماء مختلفة زي ما شرحنا قبل شوية، قلنا له لو سمحت نفذ اعطاني أول واحد هيو، تمام، محمد أبو طير اللي هو كان ديفولت والكلاس تبعه واللابتوب تبعه كمان، خليه هيس. والثاني اللي هو علي وهي الإيميل تبعه. هو في ايش عمل هنا؟ لف على كل خليه بالاريه وانا سمحت اطبع 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 طبع كل البوك. كده احنا خلصنا. المحاضره الجايه ان شاء الله بنستنى منكم بروجيكتس على المواضيع، او الاسبوع الجاي ان شاء الله بنستنى منكم بروجيكتس على المواضيع هذه.